حلقة جديدة وبرنامج جفن المحاكاة. النهاردة حلقتنا حلقة خاصة جدا من داخل دار الأوبرا المصرية وتحديدا من داخل المسرح الكبير. زي ما انتم شايفين على الريد كاربت بننقل لكم أولى فعاليات مهرجان المسرح التجريبي اللي بيبدأ من اليوم إلى 8 سبتمبر. يمكن هذا المهرجان كان بيسمى فيما قبل مهرجان المسرح المعاصر، ولكن الآن بيسمى مهرجان المسرح التجريبي تحت رئاسة طبعا الدكتور جمال ياقوت وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني. أهم فعاليات يا طارق إيه؟ وأهلا بيك الأول. أهلا بيكي، وكل سنة والسادة المشاهدين بألف خير. ومهرجان أصبح من علامات الحركة الثقافية في مصر، وأصبح مهرجان له صدى دولي مهم جدا، وتجارب مسرحية بتأتينا من كل أنحاء العالم. السنة دي يمكن اللي بيميز الدورة ديت إنه في مسابقة جديدة، هي مسابقة العروض القصيرة، ودي ليها جائزة خاصة. أيضا في إصدارات للمهرجان التجريبي حوالي 26 كتاب، في فعاليات للشباب ولفرق الأقاليم، في وفود جايلنا من كل أنحاء العالم، وفي طبعا عدد كبير جدا من المكرمين، ولجان تحكيم بتشرف على كل ألوان المسابقة. وطبعا عروض مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي كلها عروض مجانية للجمهور في كل مسارح الدولة. يمكن يا طارق من أهم الورش الفنية اللي هتكون موجودة داخل دار الأوبرا المصرية وتحديدا المسرح الكبير بعد أولى فعاليات، وطبعا 8 أيام في فعاليات مهرجان المسرح التجريبي. هنشوف طبعا عرض لمسرحيات قصيرة، وكمان هنشوف إصدارات كتب، وكمان زي ما قال طارق أبحاث علمية، وكان نهاية التقديم ليها في 15 الشهر السابق. كانت نهاية التقديم ليها أعتقد عن طريق CV بيتم تقديمه مع البحث العلمي، وبيتم الاختيار عن طريق اللجنة اللي هتكون موجودة في مهرجان المسرح التجريبي. صحيح يا غادة، والحاجة اللي عايزين نشير إليها إلى أن قناة النيل الثقافية هتنقل حفل الافتتاح على الهواء مباشرة، وكمان هنجري عدد من اللقاءات مع كبار المسرحيين وشباب المسرحيين من مختلف أنحاء العالم اللي هيلقوا الضوء على إسهاماتهم وتجاربهم وأعمالهم المشاركة في هذه الدورة. كمان يمكن هذه الدورة تحديدا الدورة 29، وكانت في دورة طبعا كان في توقف قبل هذه الدورة العام الماضي، كان في دورة طبعا المسرح التجريبي، لكن قبل كده كان في توقف نتيجة لفيروس كورونا، إلا أن وجود المسرح التجريبي أو المسرح المعاصر بشكل خاص ده مهم جدا لمعالجة أهم القضايا الخاصة بالمسرح ولمحبي المسرح وكل المسرحيات. وكمان يمكن الأبحاث العلمية اللي يتم طبعا فرزها داخل المهرجان هذا العام دي بتتيح فرصة لكل الموهوبين أو لكل الأبحاث العلمية أنها تتقدم، وكمان يكون في تقنيات تكنولوجية جديدة هنشوفها في فن المسرح أو في المسرح بشكل عام، ودي هتكون واضحة أكثر للمشاهد. صحيح يا غدا، وكمان هذه الدورة بتحمل اسم المخرج العالمي وفيلسوف صحيح. المسرح ومنظر من منظري المسرح هو بيتر بروك. بيتر بروك اسم كبير جدا وله مؤلفات هامة جدا أثرت في كل المسرحيين في كل أنحاء العالم، وهو معني بأن يكون المسرح مسرحا، لا يكون مقالا، لا يكون مباشرا، لا يكون أي شيء غير أن هو يكون حقيقي. وكان دايما بيهاجم المسرح التجاري، وبيعتبره أنه أكثر سوءا من أكثر شر في العالم. فالحقيقة بيتر بروك هو عنوان لهذه الدورة، أيضا اسم كبير في المسرح الإنجليزي والمسرح العالمي يا غادة. نعم طارق، أعتقد أن بتكون في مشاركة من أكثر من دولة في هذا المهرجان هذا العام، دول عربية عديدة هتشارك في مهرجان المسرح التجريبي، وده نتيجة طبعا لهذا العرس الثقافي في دورته 29. يمكن وجود أكثر من دولة بنسعى من خلالها لتبادل ثقافي وللمعالجة الخاصة بكل قضايا المسرح. حقيقة غدا، وفي مكرمين بنقول أساميهم، يعني المخرج المسرحي انتصار عبد الفتاح، اسم الدكتور كمال عيد رحمه الله، الكاتب السعودي فهد الحرثي، أنور الشعافي من تونس، وأيضا دومينيك شامبين من كندا، بالإضافة إلى وجود نجوم للجنة التحكيم، المخرج خالد جلال رئيس اللجنة وعضويتها دانيال كريمونتي الفنان الإيطالي، الفنان الأردني علي عليان، والكاتبة
الكويتية نرمين الحوطي والمخرج الإيطالي دانيال كريمونتي والفنان السويدي كارل بيرجر والفنان البولندي ديويد توماس والإنجليزي ريتشارد تالبوت. يمكن يا طارق أنت قدمت معظم الضيوف اللي من دول أجنبية لكن كمان من خلال طبعا مهرجان المسرح التجريبي في دورته 29 من دار الأوبرا المصرية وتحديدا المسرح الكبير، هيكون معانا طبعا مجموعة من الضيوف اللي وجهت لهم الدعوة هذا العام، منهم طبعا الفنانة سميحة أيوب، المطربة الجميلة والفنانة سيمون، أيضا الفنانة الجميلة إلهام شاهين، أحمد شاكر عبد اللطيف، إناس مكي، أهب فهمي، صبري فواز، حمزة العالي، ميدو عادل، نيلي، سمير عبد العزيز، ونجوم آخرين من مصر هيكونوا موجودين النهاردة من خلال المسرح التجريبي المهرجان الرائع أو العرس الثقافي. مقدمو حفل الافتتاح النجم الفنان أحمد وفيق، النجمة الإعلامية جاسمين طه زكي، وهكذا نلتقي مرة أخرى في افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته 29. اليوم نحتفل بعودة المهرجان في موعده المعتاد بعد سنتين عانى فيهما، واليوم يجتمع المسرحيون من دول مختلفة ليستمتعوا بتجارب مسرحية متباينة، كما يستعد المسرحيون للمشاركة في الورش والندوات وباقي فعاليات المهرجان. It gives us great pleasure and honor to welcome you all to the
opening ceremony of the 29th edition of the Cairo International Festival for Experimental Theater. Today, and after 2 years of challenges, we celebrate the festival's comeback in its original date. Today, the theater practitioners from different places from around the world are gathering to enjoy various theater experiments, and they are preparing to participate in workshops, seminars, and also many other activities. والآن مع فيلم قصير عن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الدورة 23. مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي هو مهرجان دولي تقيمه وزارة الثقافة المصرية. يستقبل المهرجان كل عام العروض المسرحية التجريبية التي تعتمد على استخدام عناصر العرض المسرحي. ويهدف مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تقديم أحدث التطورات في المشهد المسرحي الدولي للجمهور المصري والعربي، بينما يعمل أيضاً كمنصة للإنتاج المسرحي المحلي والإقليمي لصالح المتخصصين والمهرجانات المهتمة في جميع أنحاء العالم. تأسس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عام 1988، قدمت منه 28 دورة. تعرف المجتمع المسرحي من خلالها على أهم أشكال التجريب في العرض المسرحي. وعلى مر دوراته المختلفة، تبنى المهرجان محاور داعبت خيال المجربين في عناصر العرض المسرحي المختلفة، حتى وصلنا إلى محور هذه الدورة، وهو التجريب المسرحي والتطور التكنولوجي. المسابقة الرسمية. تقدم للمشاركة في هذه المسابقة 55 عرضاً أجنبياً، 90 عرضاً عربياً، 58 عرضاً مصرياً، بإجمالي 203 عرض مسرحي. وانتهت لجان المشاهدة من اختيار 11 عرضاً مسرحياً، واختارت إدارة المهرجان 3 عروض مسرحية لتتنافس 14 عرضاً في هذه الدورة. ويتم تقديم بعض العروض خارج القاهرة ضمن خطة التجوال في مسارح المحافظة.
مسابقة العروض القصيرة. وجاءت فكرة محور العروض القصيرة لتقدم أشكالاً مغايرة تتناسب وروح العصر الذي يتسم بالإيقاع المتسارع، فأطلقت مسابقة للنصوص التجريبية القصيرة ومسابقة للعروض القصيرة التي تتناوب بين القاعة والمسرح. تنافس 60 عرضاً لتختار لجنة المشاهدة 16 عرضاً. مسابقة نادي المسرح التجريبي، ذلك المشروع الذي يقدمه مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، تقدم للمسابقة 183 عرضا من 24 محافظة مصرية، وصل منها للمرحلة النهائية 13 عرضا مسرحيا من 12 محافظة مصرية، تنافست على جوائز نادي المسرح التجريبي خلال هذه الدورة. الندوات الفكرية، ينظم المهرجان مجموعة من الندوات الفكرية تتعلق بموضوع المهرجان وهو التجريب المسرحي والتطور التكنولوجي تحت المحاور الآتية: المحور الأول أثر التكنولوجيا على فنيات الكتابة المسرحية المعاصرة، المحور الثاني
حضور التكنولوجيا في سينوغرافيا مسارح العالم. المحور الثالث: نظرية العرض المسرحي والمستجدات التكنولوجية الرقمية المعاصرة. المحور الرابع: سطوة التكنولوجيا على فنون الأداء في المسرح المعاصر. الورش التدريبية رحلة أدائية من خلال المشاعر. دانييل أرابتشيفسكي، بولندا. تجاوز الطبيعة في المسرح الحركي، فريق المسرح الحركي أمريكا. ورشة الدراما اليونانية والقناع، اليونان. صناعة مسرح خيال الظل، ماريا فرانجي بابيس ماركيز، اليونان. ورشة المسرح الإيمائي، توني كاسلا، إسبانيا. جماليات وفنيات تصميم الديكور والإضاءة المسرحية، حازم شبل، مصر. إعداد الممثل، محمد شرشال، الجزائر. تصوير العروض المسرحية، دكتور علاء الباشا، مصر. مسابقة كتابة النصوص التجريبية القصيرة. نظم المهرجان هذا العام مسابقة للنصوص التجريبية القصيرة بهدف حث المسرحيين في مصر والعالم العربي على تقديم أشكال مبتكرة للنصوص المسرحية القصيرة تتمرد على كل ما هو ثابت ومستقر ومألوف من حيث الشكل والمضمون. تقدم للاشتراك في المسابقة 222 نصاً مسرحياً، وصل منها للقائمة القصيرة 69 نصاً توافرت فيها أدوات الكتابة مع الأفكار التجريبية، ووصل للقائمة القصيرة جداً 10 نصوص، فاز 3 بالمراكز الثلاثة الأولى، سيعلن عنها في ندوة خاصة بهذا الموضوع. كما سيسعى المهرجان لترجمة النصوص المتميزة والتواصل مع جهات إنتاجية داخلية وخارجية من أجل بث الحياة في كلمات هذه النصوص. الرسائل العلمية. تبنى المهرجان هذا العام مشروعاً لنشر الرسائل العلمية التي تناولت موضوع التجريب المسرحي والتطور التكنولوجي، وقد استقر رأي اللجنة العلمية على نشر 7 رسائل، وهي: أثر تقنية المعلومات في المسرح، المسرح الرقمي نموذجاً، أستاذ سباع السيد، مصر. جماليات التقنيات الرقمية في تشكيل العرض المسرحي العالمي، دكتور محمد كاظم هاشم الشمري، العراق. العلاقة بين الوسائط الرقمية ومفهوم المحاكاة في فضاء العرض المسرحي، دكتور محمود محمد صبري، مصر. توظيف الصورة الرقمية في العرض المسرحي بين الفعل الدرامي والوسائطية استنادا إلى 3 تجارب من المسرح البريطاني، دكتورة نجوى إبراهيم، كندقجي، الأردن. خطاب الأجساد المهجنة في الفنون الأدائية المعاصرة، دراسة في الأنثروبولوجيا البيوثقافية، الأستاذة نوران مهدي عبد العزيز عزيز، مصر. الواقع الافتراضي وانعكاساته في أداء الممثل المسرحي، دكتور علي محمد عبيد كاظم، العراق. الضوء وتشكيل الفراغ في عروض الرقص المسرحي الحديث في مصر، أستاذ عمرو الأشرف محمد صالح الدالي، مصر. إصدارات المهرجان. يقدم المهرجان هذه الدورة عدداً من الكتب المهمة التي تتراوح بين الترجمة والتأليف، وعددها 26 إصداراً بالعناوين الآتية:
وحرصاً على توسيع دائرة المستفيدين من الباحثين والمهتمين بالمسرح في كل الوطن العربي، فقد وافق المؤلفون والمترجمون على توزيع إصدارات المهرجان كاملة بنسخ إلكترونية مطبوعة على أسطوانات مدمجة كما أتيحت على الموقع الإلكتروني للمهرجان. شبكة المهرجانات العربية. وجاءت فكرة شبكة المهرجانات العربية لتساعد في حل مشكلة التقاطعات الزمنية وتحقيق مزيد من التعاون في الجوانب الفنية الخاصة بالمهرجانات العربية. وتهدف الشبكة إلى تنسيق مواعيد المهرجانات العربية، تبادل العروض المسرحية، تبادل الخبرات التدريبية. وقد تم دعوة عدد من مسؤولي المهرجانات المصرية والعربية. والآن مع كلمة رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي. Please welcome the president of the festival, Dr. Gamal Yaout. مساء الخير على حضراتكم جميعا. دورة جديدة من مهرجان كان له أكبر الأثر على خبراتنا المسرحية جميعا، ولا يمكن أن تمر هذه المناسبة دون أن أذكر الأستاذ المعلم الأستاذ الدكتور فوزي فهمي. معالي وزير الثقافة الأستاذ الدكتورة نيفين الكيلاني، أرحب بحضرتك. السادة الحضور من مصر والدول العربية والدول الأجنبية، أهلا وسهلا بحضراتكم. سريعا، أنا مش هطول، احنا عملنا الفيلم بالتفصيل عشان يبقى كل الأمور واضحة، ولكن أنا عايز أنوه لحاجة بسيطة. طبعا كل الشكر للجنة العليا للمهرجان ومديري المهرجان الفنان سعيد قبيل والدكتور محمد الشافعي وكل رؤساء اللجان اللي العاملة، مش هنقدر نقول بالتفصيل، موجودين في الكتالوج، لكن كل شخص قام بدوره بمنتهى الإخلاص. شكرا للجميع. سريعا هقول ايه الأهم الحاجات اللي احنا بنفكر فيها كإدارة مهرجان. أول حاجة، احنا كان مهم بالنسبة لنا ان احنا نستعيد فكرة ان المهرجان التجريبي هو مهرجان كل المصريين، فقمنا بمجموعة من الخطوات في العام الماضي. كان أهمها ان احنا رجعنا العادة الجميلة والفضيلة الرائعة التي كانت ايام الدكتور فوزي الله يرحمه، ان احنا نذهب بالعروض الى المحافظات، وكان لابد من مساعد ومعين، وكان الفنان هشام عطو رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لم يتردد في ان يقول نعم معكم. والسنة اللي فاتت تجولنا بالعروض في عدد من المدن، تجولنا بالورش التدريبية في عدد من المدن، السنة دي بنكمل هذا الموضوع. كمان عندنا موضوع مهرجان نادي المسرح التجريبي، ده مشروع بيحث المسرحيين في كل بقاع المدن المصرية انه يجرب، لانه الحقيقة في بعض الفنانين في مدننا المصرية الجميلة عندهم فطرة التجريب، وده احنا شفناه، لان انا واحد من ابناء تجربة نوادي المسرح اللي قايمة في الاساس على الجموح والتمرد. كان لابد من دعم هذه التجربة بشكل اكاديمي وعلمي،
فكان نادي المسرح التجريبي بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة السنة اللي فاتت عملنا 8 عروض في أسيوط والمنيا وبورسعيد ودمياط كفر شكر وادي النطرون الجيزة. السنة دي احنا رايحين ل 12 محافظة ب 14 عرض. شكرا لكل من ساهم في هذا المشروع لأنه مشروع أثره إن السنة دي مقدم 188 مسرحي من المحافظات، وبالتالي فاحنا في المحافظات بالتدريب وبالعروض الأجنبية اللي بتروح، وكمان في المحافظات بإبداعات أبناء هذه المحافظات. المشروع الثاني المهم جدا نشر الرسالة العلمية، إن أنا واحد من الناس لما أخذت رسالة الدكتوراه في الآخر بالتوصية بطبع وتداول الرسالة بين الجامعات وما بيحصلش، وبالتالي كان لابد أن ننفض الغبار عن هذه الكنوز الأكاديمية التي بذل فيها جهودا كبيرة. فكان مشروع نشر الرسالة العلمية تقدم فيه أكثر من 65 مشروع، تم نشر 7 رسائل كل رسالة في كتاب المرتبطة ارتباط وثيق بمحور هذه الدورة. كمان عملنا كان لازم نسيء روح العصر، النهاردة ما بقاش فيه حد عنده طاقة أن يقعد يشوف عرض 4 ساعات وخمس ساعات زي الأول، العالم كله ماشي نحو السرعة والتركيز والتكثيف. ففكرنا على مستويين، مسابقة النصوص المسرحية القصيرة تقدم لها 222 نص من مصر والدول العربية، ووصل لقائمة قصيرة 69 نص، القائمة قصيرة جدا 10 نصوص، اللي هيفوزوا 3 أو اللي فازوا 3. ولكن الأهم من ده أنه أزمة الكتابة في رأيي هي تتعلق مش أن احنا ما عندناش كتاب، احنا عندنا كتاب وعندنا نقاد، ولكن المشكلة أن هذه النصوص تكتب وتنتهي على الرف. فكان لابد من البحث عن وسيلة هي أن احنا ننشر ونترجم للغات مختلفة، ونسعى لإنتاج هذه النصوص القصيرة سواء في مصر أو الدول العربية أو الغربية، وإن شاء الله ده بيحصل. كمان عملنا مشروع العروض التجريبية القصيرة، 16 عرض تتنافس في مسرح الطليعة بين القاعة وبين المسرح الكبير، بنقدم 8 عروض في اليوم، العرض من ربع ساعة لنص ساعة. الحقيقة إنه الأفكار دي لما عملناها الاستجابة كانت قوية جداً، مما يعكس إن المجتمع متعطش جداً لذا. فآخر حاجة عايز أتكلم فيها، عندنا أزمة في مواعيد المهرجانات العربية، إحنا في شهر 10 عندنا 4 مهرجانات بيدوروا في نفس 10 أيام الأخيرة من شهر 10، وده متكرر في وقت كتير في السنة. الحقيقة إن إحنا فكرنا إن إحنا نعمل نتورك اللي شبكة المهرجانات العربية اللي لقينا استجابة من غالبية رؤساء المهرجانات، فهنعقد الاجتماع التأسيسي في هذه الدورة يوم 7 إن شاء الله عشان نعمل 3 حاجات: ننسق المواعيد، نتبادل العروض المسرحية والخبرات. العروض المسرحية اللي بتجيلي ما هي السر، والمسرحيين المهمين اللي بيجولي ما هم مش سر ولا حكر. احنا بره لما بنروح، يعني انا بروح مثلا اليونان بعمل ورشه مع 16 مدرب، واحنا ماشيين بناخد كونتاكت ليست بكل الناس اللي اشتغلوا طلبه واساتذه. مش عايز اطول على حضراتكم، انا عندي حاله من الحماس والتفاؤل ان بيا وبزملائي واحنا جوه واحنا بره مصر هتبقى هي اللي طول عمرها بتقول ايه، ان المسرح هيتطور وهيتقدم جدا جدا جدا. اخر حاجه، عندنا مسرح حلو قوي، مش عايز اقول اسماء، بس في دول يعني حيرتنا، ومش عايز اقول لي تونس ضيف شرف هذه الدوره، كل سنه بتحيرنا، احنا بنبقى محتارين نختار ايه ولا ايه ولا ايه، لانه الحقيقه في حركه مسرح حلوه في تونس والعراق وسوريا والكويت ودول كبيره جدا. ادعوكم ان تشوفوا كل البرامج بتاعه الدوره دي لانها جاده ومحترمه. واخر حاجه عايز اقولها، استاذه الدكتوره نيفين الكيلاني قابلتها تاني يوم ما تولت الوزاره، وجدت منها تشجيع كبير جدا على بالذات على الحاجات اللي بتمتد للاطراف واللي بتؤسس لنشر الرسائل. شكرا معالي الوزيره، وان شاء الله القادم اجمل بوجود حضرتك وبوجود الجميع. شكرا جزيلا. شكرا للدكتور جمال ياقوت على هذه الكلمه. Allow me quickly to translate. I will try to sum it up in points. Dr. Gamal Yaqut started off by welcoming Dr. Naveen Al-Kilani, the Minister of Culture, and thanking her for her support. He said that this festival is a very important festival for all Egyptians, and it is for all Egyptians. So they decided to go with the performances in all or several governments
governorates. He of course welcomed all participants and all guests from Egypt and from all over the world. He said that in this edition we have 14 performances in the main contest, 16 performances in the short plays contest, 13 performances in the experimental theater club, 10 workshops for Egyptian and international trainers, workshops and performances in different Egyptian governorates, 4 seminars about experimental theater and technological development, and he also shed light on 7 thesis presentations on the new project in thesis publishing, and also discussions by authors and translators, and also the Arabs Theatre Festival Network. He invited all guests to make an effort and try to go and enjoy the different performances, and hoped for a safe and happy stay for everyone. والآن مع كلمة معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني. Please welcome Her Excellency Dr. Naveen Al-Kilani, the Minister of Culture. السيدات والسادة، مساء الخير. السادة ضيوف مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، سعدنا بحضوركم البهي، وأهلا ومرحبا بجميع الفرق المسرحية المشاركة في المهرجان، والتي نتطلع للاستمتاع بإبداعاتها على مدار أيام المهرجان. نرحب بكم جميعا في يوم يجتمع فيه المجربون لكي يقدموا إبداعات تخرج عن الثابت المستقر وتتحاور مع خيالات طامحة لتحقيق الدهشة وأسر الأذهان. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف سعينا لدعوة أهم العروض المسرحية التي تساير أحدث تيارات التجريب المسرحي، كما حرصنا على استقدام مدربين من بلاد ومدارس مسرحية مختلفة في غالبية عناصر العرض المسرحي. لقد استقدم المهرجان فعاليات مهمة تسعى للتأثير في مسيرة المسرح، لا في مصر ببنونها المختلفة بحسب، بل في كل أنحاء الوطن العربي. ولقد شهدت مشروعات التأليف والترجمة طفرة كبيرة تتعلق بمحور هذه الدورة، وهو التجريب المسرحي والتطور التكنولوجي. كما أطلق المهرجان مشروعاً لنشر الرسائل العلمية التي تناقش محور الدورة. وأخيراً اهتم المهرجان بالتنسيق بين المهرجانات العربية، فأطلق مشروع شبكة المهرجانات العربية الذي نأمل أن يمثل نقطة انطلاق من أجل توحيد الجهود لتحقيق حالة مسرحية تساير كل المتغيرات العصرية. وأخيراً وليس آخراً، نعلن افتتاح الدورة 29 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وشكراً لحضراتكم جميعاً. شكراً معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني على هذه الكلمة. Dear guests of the Cairo International Festival for Experimental Theater, we are pleased to welcome you all and happy to have you here in Cairo and in Egypt. Welcome to all participating theater companies. We are looking forward to enjoying their creations during the festival. We welcome you in a time where all experimenters gather to present creations that are beyond the fixed and established, while making dialogues with ambitious fantasies to dazzle and captivate minds. To achieve that, we have invited the most significant performances which keep pace with the latest trends of experimentations in theater. And we were keen to invite trainers from different countries with various methodologies to give workshops in most elements of performance. The festival has brought vital activities which are seeking to influence the theater, not only in Egypt, but also in all Arab countries.
writing and translation projects have witnessed a big leap into the direction of this year's theme, the experimentation in theater and technological development. In addition to that, the festival has launched a new project for publishing scientific theses on this year's theme. Finally, the festival brought attention to the coordination between Arabic theater festivals by launching the Arabic Festival Network project. We hope it is going to be a starting point for uniting all efforts in achieving a theatrical state that is up to date. And now we announce the beginning of the 29th edition of the Cairo International Festival for Experimental Theater. Thank you, Your Excellency. تحمل هذه الدورة اسم فنان مسرحي عالمي يعرفه أغلب المسرحيين في العالم ويعرفون الكثير عن تجاربه الإخراجية وكذلك كتبه التي تمثل مرجعاً مهماً في الإخراج. This year's edition holds the name of an international theater artist who is well acknowledged worldwide and experiments in directing are very popular. His books are considered the main references in directing. والآن مع فيلم عن أسطورة المسرح بيتر بروك. A film about Peter Brook. في فرنسا عام 1985 واستمر تقديمه لمدة 4 سنوات في العديد من دول العالم. من أشهر كتب بروك المساحة الفارغة والنقطة المتحولة 40 عاماً من اكتشاف المسرح، ومن أقواله الأثيرة يمكنني أن آخذ أي مساحة فارغة وأطلق عليها اسم خشبة، يمشي شخص ما في تلك المساحة الفارغة بينما يشاهده شخص آخر وهذا يكفي لبداية الفعل المسرحي. حصل بيتر بروك على العديد من الجوائز والأوسمة، منها جائزة أبسن الدولية 2008، قائد وسام الإمبراطورية البريطانية، وجائزة توني، وقائد الفنون والآداب. رحل بيتر بروك عن عالمنا في 2 يوليو 2022، تاركاً لنا أعمالاً مسرحية كتبت اسمه بحروف من ذهب في تاريخ المسرح العالمي، فتحت الباب على مصراعيه لكل المسرحيين للخوض في غمار التجريب المسرحي. كعادته يكرم المهرجان هذا العام عدداً من القامات المسرحية في العالم والذين أثروا الساحة المسرحية العالمية بالتجارب الفنية المؤثرة والملهمة. والمكرمون هذا العام هم مخرج وسينوغراف مؤسس المهرجان الوطني لمسرح التجريب بمحافظة مدنينة التونسية ومدير مؤسس لمركز الفنون الدرامية بها، أخرج الكثير من الأعمال المسرحية التجريبية منها ترى ما رأيت، واشتغل فيها على تقنية الممثل عن بعد، العرض المسرحي كمان أو لا تكون، وظف فيه السيرك الفني في مقاطع شكسبيرية، هوامش على شريط الذاكرة، عمل فيه على تركيب الصورة المسرحية والسينمائية، آخر أعماله كابوس أينشتاين. The festival this year, and as always, honors a number of distinguished theatrical renowned figures who enriched the international theater scene with artistic experiments. This year's honorees are a director and scenographer, founder of the National Festival of Experimental Theater, and founder of director of Dramatic Arts Center in Medinet, Tunisia. He directed many experimental plays, such as See What I See, in which he worked on acting from far technique, or Not to Be, in which he employed artistic circus on Shakespearean texts.
margins on a memory tape in which he mixed theatrical and cinematic images. His latest work was Einstein's Nightmare. من تونس الفنان الأنور الشعافي. From Tunisia, the artist Anwar Al-Shaafi. مرحبا بك في مهرجان القاهرة. كاتب ومخرج مسرحي سعودي من مواليد مدينة الطائف، أحد أهم رواد حركة التجديد في المسرح السعودي، عضو مؤسس لموقع مسرح الطائف، والذي يعتبر أول موقع إلكتروني مسرحي سعودي. أشرف على عدد كبير من الورش والدورات التدريبية في تقنيات الكتابة المسرحية محلياً وعربياً. عرض الأعمال المسرحية التي قدمت له حتى الآن 50 عملاً مسرحياً، منها 7 أعمال للأطفال. شاركت أعماله في 122 مهرجاناً محلياً وعربياً، وشارك في التحكيم في الكثير من المهرجانات المسرحية المحلية والعربية. A Saudi director and playwright, he was born in Taif, one of the pioneers of the renewal movement in Saudi theater. He is a founder member of the first website for Saudi theater, which is Taif Theater website. He supervised many workshops and training courses in theatrical writing techniques and writing curricula locally and in Arab countries. The number of his performed theater performances till now are 50 performances, 7 performances of which are for kids. His works participated in 122 local and Arabic festivals. He participated as a jury member in several theater festivals in Arab countries. من المملكة العربية السعودية الكاتب فهد ردة الحارسي. تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، ووفد ببعثة دراسية في الإخراج المسرحي بالمجر 1958. حصل على الماجستير والدكتوراه وعين أستاذا للتمثيل والإخراج بأكاديمية الفنون، كما أسس قسم الفنون المسرحية في جامعة بابل بالعراق. أخرج العديد من المسرحيات، منها شفيق أو المتولي، الضفادع، وكتب الكثير من الأبحاث والكتب والترجمات، منها المسرح الاشتراكي، فلسفة الأدب والفن، جماليات الفنون، مشكلات الدراما الاشتراكية، علم المجال المسرحي، بالإضافة إلى ترجمة مسرحية الناووس ونصوص تجريبية من المسرح المجري، كما نال العديد من الجوائز والتكريمات ك
كان آخرها جائزة الدولة التقديرية لعام 2018 وتم تكريمه من الهيئة العربية للمسرح. He graduated from the Higher Institute for Theatrical Arts in 1952. He received a scholarship in theatrical directing in Hungary, and he got a master's and doctorate degree and was a professor of acting and directing in the Arts Academy. He founded the Department of Performing Arts at Babel University. He directed several plays, Shafia and Mutwelli, The Frogs, Night Drums, Bridge Scene, and The Master. He has a lot of academic research, books, and translations, and he also won several awards. The last was the State Appreciation Award, and he was honored from the Arab Theater Institute. من مصر اسم الراحل الكبير الدكتور كمال عيد. يتسلمها عنه الدكتور أحمد خفاجي. From Egypt, the late distinguished Professor Kamal Eid. حصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية. شارك بالعديد من العروض في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي مثل عرض الدرابوكا والذي اختير لتقديمه في الدورة الأولى للمهرجان، عرض ترنيمة واحد في افتتاح الدورة الثالثة للمهرجان، عرض كونشيرتو والذي قدم في الدورة السادسة للمهرجان، وعرض سوناتا ومثل مصر في المهرجان عام 1995، وعرض مخدة الكحل الذي حصل عام 98 على جائزة أفضل عرض متكامل، كما فاز بجائزة أفضل عرض مسرحي في مهرجان قرطاج الدولي المسرحي عام 2000، كما قدم عروض طبول فاوست، ترنيمة 2، ثلاثية الخروج إلى النهار، طقوس السمو، الصبايا، كما قدم تجربة مسرح الحقيبة في الميادين والشوارع المصرية. He won many prizes locally and internationally. He participated with several performances in the Cairo International Festival for Experimental Theater, like Darabuka, which was chosen to be presented in the festival's first edition, Hymn 1, which was presented in the opening of the third edition, Concerto, which was presented in the sixth edition, Sonata, which presented Egypt in the festival's main contest in 1995, and Cold Pillow, which won the best integrated performance in 1989 and the best performance in Carthage Theatre Festival in 2000. He also presented Faust Drums, Hymn 2, Exiting to Daylight, Trilogy, and Transcendent Rituals. In addition to that, he presented experimentations of the Suitcase Theatre. من مصر الفنان الكبير انتصار عبد الفتاح. From Egypt, Dr. Intisar Abdel Fattah. مخرج ومؤلف ومنتج مواليد كندا 1963، أخرج العديد من العروض المسرحية باللغتين الإنجليزية والفرنسية، كما أخرج العديد من عروض سيرك الشمس بكندا والعديد من الأعمال في مسارح لاس فيغاس. يحاضر في معهد الدراما بكندا والكونسرفاتوار
وحصل على العديد من الجوائز العالمية في الإخراج والكتابة. A director, playwright and producer. He was born in Canada in 1963. Directed many performances in English and also in French. He also directed many of Cirque du Soleil's performances in Canada and many of Las Vegas's theaters. He lectures at the Drama Institute in Canada and at the Conservatoire, and he won many international prizes in directing and in writing. Min Canada, Dominique Champagne. Excuse me. First, shukran. You'll excuse my Arabic is very limited, but I like so much to talk. And coming here, I realize how a few Egyptian was so important in my life and brought me here tonight. So the first Egyptian I met, I was 20. I was performing like a street performing act on a ship in between Brindisi in Italy and Greece. And this Egyptian had a monkey in his hand. He was going to work putting his monkey into people's arms in an audience in an Italian circus in Tours, in Athens, called American Circus. And he would take pictures, Polaroid at that time, and selling them for a few drachmas. And while he saw me performing my little clown act, he said, I might find you a job in that circus. So he brought me there. He offered me the opportunity to make my first step in a circus. I was an elephant shit shoveler at that time, working on the ring. Then, a few years later, when I started my career, the first individual who really supported me financially in my underground creativity was born here in Cairo, and he passed away a month ago. He would be so honored today to know that his support had brought me here. His name is Sherif Laoun from the Laoun family, and I want to make a tribute to the importance of this Egyptian. The third one I want to thank is my dear assistant, Arma Thomas, whose real name is Rafik, was born here. He's in Las Vegas today. He's fighting against a disease, and he was my assistant for my three Cirque du Soleil show, and I certainly owe him a lot in all those big fight we had against the monster. I create a show at Cirque du Soleil is really a big challenge. At the end, I want to make a tribute to the great inspiration of the Egyptian people over the last year, the last decade, the last century, the last millenniums. You've been so important to us, so thank you. I'm very thankful. Shukran. هو كان في حد بيطالبني بالترجمة، هو بيقول لكم باختصار مساء الفل على عيونكم يعني. دلوقتي صورة تذكارية للسادة المكرمين مع سيادة الوزيرة والأستاذ جمال.
والآن تقدم إدارة المهرجان شهادات تقدير للجان اختيار العروض المشاركة في المسابقة الرئيسية. And now certificates of appreciation will be given to the selection committees of the performances participating in the main competition. وحضر منهم اليوم معنا المخرج عصام السيد. The Egyptian director, Isam Sayed. الناقدة والكاتبة رشا عبد المنعم. Playwright and critic. رقص مناضل عنتر. Director and choreographer مناضل عنتر. أستاذ الدراما والنقد الدكتور حاتم حافظ. Dr. Hatem Hafiz, Professor of Drama and Criticism. والآن نعلن افتتاح الدورة 29 لمهرجان المسرح التجريبي بالقاهرة. بسم الله. والآن لحظات ويبدأ أول عروض المسابقة الرسمية في المهرجان، العرض الإيطالي وهم. Ladies and gentlemen, in a few moments, the first performance of the main contest will start, the Italian performance, Illusion. We hope you enjoy the performance.
Thank you.
بيسعدنا جدا نلتقي بالفنان الشاب محسن. بيسعدنا نلتقي بوجه تمثيلي رائع وفنان كبير هو الفنان محسن منصور. حضراتكم عارفينه طبعا من خلال مسلسلات تلفزيونية متنوعة، ولكنه هنا في مهرجان المسرح التجريبي هو رئيس للجنة تحكيم قسم جديد من الأقسام. هتركه يشرح لنا هذا القسم الجديد. برحب بك محسن. اولا برحب بيكم، بشكر قناه النيل الثقافيه، وبشكر صديق عمري طارق عبد الفتاح، مش بس على مستوى ان هو مذيع لبق ومتميز وله طله يعني حاجه متميزه، لكن لينا بقى فتره كبيره جدا ما التقيناش. النهارده احنا في المهرجان التجريبي الدوره 29، حدث مهم جدا، مهم ان كل المسرحيين او المهتمين بالحركه الفنيه المسرحيه ان هم يبقوا متواجدين وداعمين لهذا المهرجان بشكل واضح، خاصه ان هو مهرجان دولي ليس قاصر على مصر فقط، ولكن مصر مرآة لهذا المهرجان بشكل كويس، وتواصل فكري وثقافي على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى الدول الأوروبية. يشرفني لي الشرف والتكليف كمان ان انا اكون رئيس لجنة تحكيم العروض القصيرة، وهذا حدث اول مرة يحدث طيلة فترة المهرجان اللي هي الدورة 29، ده اول مرة استحداث لهذه المسابقة. شرف لي ان انا اكون رئيس للجنة التحكيم، وبيعاوني فيها الاستاذ حازم شبل والدكتورة أسماء يحيى طاهر. إن شاء الله دورة موفقة وناجحة. بشكر معالي الوزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، شكر موصول للدكتور جمال ياقوت رئيس المهرجان على هذا التكليف والتشريف. محسن، جميل ان انتوا تعملوا مسابقه للعروض القصيره، هيبقى فصل واحد ولا ليها شروط معينه؟ العروض ديت كان المفروض ان هم عددهم 64 عرض، لجنه المشاهده اختارت 16 عرض، ال 16 دول هيعرضوا على 4 ايام، لكن لجنه التحكيم هتتفرج في يومين، يوم 5 ويوم 7 في مسرح الطليعه. العرض مدته من 15 ل 25 دقيقه، من الساعة 5 مساء لغاية الساعة 12. بنتفرج على العروض دي في قاعتين، نوع جديد جدا مختلف، إفراز لموهبة مهمة على مستوى التأليف والإخراج والسينوغرافيا والمابينج وكل التفاصيل دي، بالإضافة أنه في ولاد هم اللي مؤلفين، هم كمان اللي بيخرجوا. مش بس العروض قصيرة على مصر، لا ده في دول أوروبية ودول عربية مشاركة كمان في هذه المسابقة. اخر سؤال يا محسن، انا عارف ان انت الحفل على وشك ان هو يبدا، اخر سؤال، انت كمدير لفرقه مسرحيه، هل الفرقه مشاركه بعروض والمسرح مفتوح للجمهور؟ مسرح سلام لا بيستضيف العروض اللي موجوده عندنا، عرضين بنستضيفهم، العرض التونسي ودوت هيبقى موجود يوم 4 و5، وبعد كده العرض العراقي يوم 6 و7، لان المهرجان الحفل الختام يوم 8، لكن في عرضين بس لانه ده مهرجان تجريبي، عرضين هم اللي مشاركين باسم مصر في المهرجان ده. الفنان الجميل محسن منصور بشكرك، ويعني على الوقت ده اللي خصتني بيه، الف شكر. شكرا طارق، ميرسي لقناه النيل الثقافيه، كل سنه وانت طيب. ده كان لقائنا مع الفنان الجميل محسن منصور، وكل العروض بنأكد ان هي عروض مجانية. هنذهب الآن لمزيد من اللقاءات والافتتاح ايضا. مشاهدينا، من داخل دار الأوبرا المصرية ومن داخل المسرح الكبير، وتحديدا طبعا مهرجان المسرح التجريبي، أعتقد زي ما احنا اتكلمنا في التقديم عنه في دورته التاسعة والعشرين، اسمحوا لي يكون ضيفي أستاذ محمد الصناديلي طبعا الصحفي بجريدة الجمهورية والناقد الفني. أهلا بيك معانا. أهلا بحضرتك، أهلا بحضرتك، منورين المهرجان، وإن شاء الله دورة موفقة بإذن الله. احنا دورة 29 للمهرجان التجريبي، زي ما أنتم عارفين مش أول مرة تشارك، يعني احنا ممكن بنقول دلوقتي إنها الدورة 29، فأكيد طبعا شاركت في الدورات السابقة ويمكن العام الماضي. قولي طبعا وجودك في هذا المهرجان كناقد فني ولا كصحفي في الجريدة، بتحاول ترصد أهم الأحداث داخل مهرجان المسرح التجريبي؟ والله الاثنين، أنا بقى يعني بغطي المهرجان لجريدة الجمهورية، وعملت حوار الحمد لله، اتشرفت بأن أنا عملت حوار مع سيد رئيس المهرجان دكتور جمال ياقوت،
وكمان برضو عايز اشوف العروض الفنيه وعايز اشوف الناس اللي جايه من كل الدول العالميه. انا بحب مهرجان المسرح التجريبي جدا جدا وبعتبره واحد من اهم المهرجانات في المسرح في العالم. يعني احنا عندنا عروض متميزه السنه دي جايه من النمسا وجايه من ايطاليا وجايه من العراق وجايه من طبعا عندنا عرض مصر ان شاء الله يا رب يفوز بالجائزه عرض هلاوس. عندنا 46 دوله مشاركه فده طبعا يعني حدث كبير جدا وايفنت مهم جدا لازم نحضره ولازم نغطيه بالشكل اللائق وفي نفس الوقت نقدم اللي نقدر عليه طبعا من الدعم لكل العروض المشاركه ولكل الناس المشاركين في المهرجان. اعتقد السنه دي باذن الله تبقى دوره استثنائيه. اعتقد انه سياده الوزيره طبعا دكتوره نيفين كلاني مقدمه كل الدعم قطاع الانتاج الثقافي والدكتور خالد جلاله اللي بحييه لانه هو رئيس لجنه التحكيم السنه دي في المهرجان. نجوم المشاركين شايف على السجاده في ناس كتير جدا من النجوم مصر مشاركين في المهرجان ومن النجوم طبعا العالم. اعتقد السنه دي برضو هتبقى دوره موفقه قوي من حيث الاصدارات. السنه دي المهرجان بيصدر حوالي 36 كتاب ده مهم جدا واضافه للمكتبه المسرحيه المصريه لانه كمان المحور الفكري بتاع المهرجان السنه دي عن دور التكنولوجيا في تطور المسرح وكده وان المسرح لابد ان يبقى وان مفيش حاجه تسحب منه البساط لانه ناس كتير بتقول المنصات الاجتماعيه المنصات الجديده او الفنون المسرح طبعا بالظبط. فهو في ناس خايفه شويه على المسرح انه ممكن المنصات تهدده او كده لكن احنا بنطمن الناس وبنقول المسرح قايم على التفاعل اللحظي بين الممثل او بين فريق العمل وبين الجمهور اللي بيتفرج. الجديد في هذا المهرجان هذا العام وهي موضوع الابحاث العلميه اللي طبعا هيتم فرزها من جانب لجنه التحكيم وكان اخر تقديم ليها 15 الشهر اللي فات. فاعتقد ده يعني شكل مهم جدا ان يكون في ابحاث علميه وفي كمان تقنيات تكنولوجيه هتدخل عشان نلاحق التطور الموجود في هذا الوقت وده يكون واضح اعتقد للمشاهد ومحبي المسرح بشكل خاص. ده حقيقي طبعا وانا بحيي طبعا يعني فريق عمل بالمهرجان انه اختار حاجه مهمه زي كده. الابحاث دي طبعا زي ما انت قلتي هيتم الاعلان في حفل الختام عن الثلاث بحوث الفائزه وهيتم نشر الكتب الفائزه وطبعا في جائزه ماليه للمتقدمين. اعتقد السنه دي في زخم كبير جدا من حتى حمله الماجستير والدكتوراه اللي شغلهم يعني يخص المسرح ويخص التكنولوجيا في المسرح. السنه دي مقدمين برضو اكتر من عمل تم طبع اكثر من حوالي سبع رسائل علميه ماجستير او دكتوراه في كتب تبع المهرجان زي ما قلت لك في 36 كتاب. التكريمات السنه دي برضو تكريمات مهمه جدا جدا بيكرم اسم الدكتور الراحل كمال عطيه. كمان المهرجان كله بيحمل اسم بيتر بروك وبيتر بروك هو واحد من اسطوره المسرح العالمي طبعا وكل يعني كل الفنانين في العالم يدينوا بالفضل لبيتر بروك. فاعتقد هي دوره موفقه ودوره استثنائيه وان شاء الله باذن الله نشوف عروض بقى على مستوى كبير وادعو الناس في البيوت وناس محب المسرح والشباب انهم تعالوا اتفرجوا على المسرح التجريبي وتعالوا شوفوا التجارب العالميه وتعالوا شوفوا التجارب المصريه وتعالوا شوفوا التجارب العربيه اكيد هتستفيدوا كتير جدا وهتحبوا المسرح اكتر. ازمات عديده جدا مر بيها المسرح في السنوات الماضيه ولو حبينا نتكلم كمان على الازمات اللي كانت موجوده وقت ازمه كورونا كجائحه عالميه وازمات كتيره من حيث القضايا اللي بيناقشها المسرح. هل فعلا مهرجان هذا العام هيناقش اهم القضايا الخاصه بالمسرح؟ اعتقد طبعا ان هو المهرجان السنه دي هياكد على ضروره انه يتم دعم المسرح بكل وسيله كانت. يعني المسرح لابد ان يتم دعمه مش في مصر بس في العالم كله لانه زي ما حضرتك اشرتي انه الجائحه بتاعت كورونا اثرت كتير جدا على الناس ما فيش تجمعات اكتر وما فيش حاجات كده لكن اعتقد ان الحكايه دي زالت. الناس بتروح المسرح الناس بتتفرج على المسرح كان في اكتر من عرض هنا في الهناجر مش عايز اقول لك احنا كنا بنيجي واحنا نقاد ونقدر ندخل اي عرض مسرحي لكن المسرح كان مليان جدا لدرجه ان احنا مش عارفين ندخل فكنا بنقعد يومين وثلاثه على ما ندخل العرض من العروض المسرحيه المهمه جدا. فالمسرح يعني المسرح المصري انا شايف انه في انتعاشه في المسرح المصري شايف ان الناس بدات تحس ان المسرح ده حاجه مهمه جدا بقى ترند دلوقتي بقت الناس تيجي تتفرج مع تتصور مع الفنانين تتصور مع الناس. يعني اتقال مثلا انه الممثله الشاطره جدا قامت بدور مربوحه في مسلسل الاستاذ احمد مكي طلعت من دار الاوبرا المصريه ومن عرض من احد العروض في الهناجر وكده فكل الناس بقت تقول هو ايه الهناجر ده طب تعالى نروح الهناجر تعالى نصور عند الهناجر. فده كله طبعا بيفيد المسرح المصري. يعني احنا محتاجين دعم وزاره الثقافه والحكومه للاعمال المسرحيه وفي نفس الوقت محتاجين دعم الجمهور. الجمهور لابد ان يعني ياتي الى المسرح ويشوف التجارب الجديده.
دول عديدة مشاركة في مهرجان هذا العام، مهرجان المسرح التجريبي في دورته 29. طبعا شفنا من الدول المشاركة، شفنا طبعا تونس، السعودية، عندنا كمان السودان، عندنا يمكن الإمارات. هل التجمع الثقافي اللي من مختلف دول العالم، هل بيكون في إضافة لمثل هذه المهرجانات وتحديدا العرس الثقافي اللي احنا طبعا موجودين فيه في أولى فعالياته اليوم ومستمر 8 أيام، مهرجان المسرح التجريبي، هل إضافة أن يكون في أكثر من دولة وتبادل ثقافي ما بيننا وما بين الدول الأخرى في أبو الفنون المسرح؟ ده حقيقي طبعا، وطول عمر المهرجان ده تحديدا، المهرجان المسرح التجريبي تحديدا من أول ما بدأ وهو بيجذب كل، يعني كان في ناس، أنا كنت بشوف عروض هائلة جدا جدا من دول أوروبا الشرقية، لأن هما يعني متفوقين شويه كتير في المسرح التجريبي، لان التجريب قايم على المغامره، على انه اكتشاف الجديد، على انه بيقدم حاجه مش مالوفه غير المسرح التقليدي او المسرح العادي وكده. فاعتقد انه الدول العربيه بقت كتيره جدا جدا بتشارك. بعتقد في دلوقتي حاجه اسمها جوه المهرجان اسمها شبكه المهرجانات العربيه، دي يعني كل القائمين على المهرجانات العربيه في مصر وفي تونس وفي قرطاج وفي مهرجان المسرح العربي، كلهم بيجتمعوا علشان يشوفوا العروض الكويسه في المهرجان ويقدروا ان هم بعد كده يستضيفوها في دول عربية أخرى. كمان عايز أقول حاجة مهمة جدا جدا، إنه العروض المهمة في المهرجان اللي هي المصرية اللي متقدمة من مصر وكده هتروح المحافظات وهتزور المحافظات. في السنة دي 12 محافظة هتستقبل في قصور الثقافة وكده، في على مسرح قصور الثقافة هتستقبل 13 عرض من العروض المميزة في المهرجان. كمان في حاجة اسمها العروض القصيرة، العروض القصيرة دي أول مرة تحصل السنة دي في المهرجان، في 16 عرض في المهرجان من ربع ساعة لنص ساعة، طبعا كلها تجارب شبابية وكده. فالمهرجان بيستوعب القادم، يكون في طبعا مشاركة لجيل الشباب، ان كمان يشوفهم لجنة التحكيم ويتم اختيار العروض المميزة اللي موجودة النهاردة من خلال اولى فعاليات المسرح التجريبي. ان شاء الله باذن الله دورة موفقة باذن الله، ويعني شكرا لوجودكم هنا. بشكرك الناقد الفني محمد الصناديلي، شكرا ليك. شكرا لحضرتك.